السلام عليكم. لليوم الثالث على التوالي سجلت حالات الشفاء من كورونا ارتفاعا، فيما سجلت الإصابات انخفاضا نسبيا. وزارة الصحة أكدت في موقفها الوبائي اليومي تسجيل 4484 حالة إتعاف مقابل تشخيص 3321 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و70 حالة وفاة. أعلن وزير الصحة حسن التميمي أن اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية قررت عدم السماح لأي من الوافدين الأجانب للدخول إلى العراق باستثناء الوفود الرسمية. التميمي أشار في مؤتمر صحفي إلى أن هناك سلالات جديدة ظهرت من فيروس كورونا، وأن هذا الإجراء جاء لضمان عدم دخول تلك السلالات إلى البلاد. نحن مقبلين على الزيارة الأربعينية، أيضا وزارة الصحة وضعت ضوابط ووضعت تعليمات إلى المواكب الحسينية، إلى الفرق الطبية، وجهنا دوائر الصحة، وجهنا كل المفارز الطبية بالاستمرار بعمليات التوعية، بعمليات التعفير، بعمليات توفير الكمامات، وأيضا طالبنا المواكب الحسينية بعمليات ستكون هناك عمليات من قبل المفارز الطبية بإجراء المسوحات والفحوصات PCR، وكذلك المسح الوبائي الفعال لكل المواكب، ولا نسمح بوجود أي عامل بهذه المواكب إذا ما كان هو سالم من هذا الفيروس ولديه فحص من هذا الفيروس. وأيضا هنا لابد أن ننوه أن لدينا تواصل مع كل دول العالم التي لديها من الزائرين وعشاق الإمام الحسين والزائرين إلى كربلاء، واتفقنا على أن تغلق الحدود العراقية وعدم السماح بدخول الأراضي العراقية من قبل أي من الزائرين بالوقت الحاضر. أرحب بضيفي الدكتور رياض الحلفي مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة. أهلا بك دكتور. تصريح وزير الصحة ينذر بوجود خطر لسلالات جديدة ظهرت لهذا الفيروس، هل فعلا هذه السلالات ممكن أن تدخل للعراق؟ وهل طبيعة هذه السلالات من الخطورة بمكان يمكن التحذير من عنده والتحوط له؟ وهل أن الجغرافيا هي التي تبين أو تظهر هذه السلالات في أماكن معددة ومعينة؟ شكرا جزيلا سيد عزيز. الحقيقة هذه السلالات اكتشفت ليس توأ وإنما قبل أشهر من خلال البحوث العلمية التي شملت كثير من الإصابات في معظم أو بعض الدول، واستطاعوا أن الحقيقة يشخصوا بأنه الفيروس لديه أكثر من سلالة، لكن لا نعلم لحد الآن مدى خطورة سلالة عن سلالة أخرى. لذلك تجنبا لدخول سلالات جديدة للعراق، لأنه الحقيقة بالرغم احنا لحد الآن لسنا متأكدين من السلالة الموجودة في العراق، لكن نسبة الوفيات بالقياس إلى نسبة الإصابات يعني في العراق الآن فيروس واحد وسلالة واحدة، لم تحدد سلالات أخرى؟ بالضبط لم تحدد الآن، ولأنه الحقيقة نسبة الوفيات قليلة، اليوم وصلنا إلى 2.7 مع نسبة شفاء عالية جدا، احنا اليوم وصلنا إلى 80% نسبة الشفاء، فهذا يدل على أنه السلالة الموجودة اليوم بالعراق وربما بالمنطقة هي من السلالة الخفيفة. فتجنبا للحقيقة دخول سلالات قد تكون شديدة وتكون خبيثة، لأنه الحقيقة تم تعرفون يعني دول أوروبا الآن هناك أين أشرت أكثر السلالات شدة دكتور؟ احنا لحد الان لا نعلم بالضبط لان لا توجد بحوث، ولكن على سبيل المثال اليوم في بريطانيا مثلا نسبة الوفيات 15%، فمن ما السبب في ذلك؟ هل سبب النظام الصحي البريطاني الذي هو من الأنظمة المتطورة، أم هناك سلالة تكون قد تكون هي أشرس من السلالات الموجودة؟ مثلا نسبة الوفيات في فرنسا اليوم أكثر من 10%، نسبة الوفيات في بعض الدول، هذه الدول متقدمة ولا زالت نسبة الوفيات عالية، فهناك توقع أنه السلالات الموجودة في هذه الدول تكون أشرس. لذلك تحسبا لهذا
الوضع احنا نخشى بانه دخول سلالة من سلالات المرض ربما تكون اشرس من السلالة الموجودة حاليا. لذلك عملية التوافد على العراق في هذا الوقت واحنا نسجل لازلنا نسجل اصابات عالية تكون حقيقة خطرة بمكان. لذلك رأى المسؤولين بانه يعني موضوع غلق الحدود بوجه الزوار من كل الدول موضوع نهائي ليس فيه مراجعة أو تردد. احنا من وجهة نظر صحية نعم لا نعم. يمكن القبول اليوم في هذا الوضع الخطر الذي يعيشه العراق أن نسمح بدخول وافدين، طبعا باستثناء احنا طينا هذا هو طبعا هذا الأمر هو قرار للجنة العليا سابق ولم نسمح بدخول الوافدين، احنا فقط صار استثناء للجهات الدبلوماسية والتبادل التجاري المحدود الذي وضعنا له شروط أن يكون التبادل في الحدود، أما لم يصدر سماح بتوافد وزيارات إلى العراق بدون هذه الاستثناءات. ولذلك لا يمكن السماح، لأن حقيقة أنا أستغرب من يقولون إحنا خلي نبدأ نغلق الحدود، إحنا ما فتحنا الحدود، إحنا فتحنا الحدود باستثناء فقط للجهات الدبلوماسية والتبادل التجاري إلى حد الآن. نعم. وبعض الحالات الاستثنائية كعلاج اضطراري ذهاب إلى الخارج هذه الاستثناءات التي سمحنا بها فقط. نعم دكتور، أيضا هذا بالنسبة لغلق الحدود، وتحدثنا وتحدث حضرتك عن طبيعة السلالات وخطورتها، هل اللقاحات التي يعمل عليها الآن هي تشمل جميع السلالات وأين وضع العراق في هذا الملف؟ الحقيقة أنا ما عندي المعلومات، لا توجد معلومات الحقيقة لحد الآن حول إنتاج اللقاحات واستهداف للسلالات، ولكن الحمد لله اليوم أعلن في التحالف العالمي للقاحات والتحصين أعلن أسماء الدول التي وقعت والعراق من ضمن الدول، حيث تم التوقيع بالأمس على اتفاقية الالتزام بتجهيز اللقاح إلى العراق بنسبة 20% من السكان من قبل جافي الذي هو التحالف العالمي للقاحات والتحصين، وهذا التحالف هو تحالف مكون من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والبنك الدولي إضافة إلى الدول الكبرى. اليوم أعلن هذا التحالف عن أسماء الدول، بلغ عدد الدول اليوم المنضمة تحت هذا التحالف في تجهيز اللقاح 156 دولة، احنا حقيقة واحدة من هذه الدول، مع طبعا نشترك مع دول الخليج ايضا انضمت اغلبها والاردن. اي لقاح دكتور؟ اي لقاح اوكسفورد ام لقاح الامارات؟ هذا التحالف الان متعاقد مع عدة شركات، اكثر من ربما حتى 40 شركة، الان في الخط الاول 9 شركات، أي لقاح من هذه الشركات ينتهي كل تجاربه ويأخذ الاعتمادية سوف يقوم التحالف بأخذ الكمية اللازمة وتوريدها إلى الدول. لا نعلم أي من هذه اللقاحات سوف ينتهي أولا، لذلك احنا نترقب الآن، بس النقطة المهمة أنه احنا الآن تم حجز 20% من السكان التي حدود 8 ملايين جرعة، وهذه تكفي حقيقة لتغطية الفئات ذات الخطورة العالية التي ستكون على رأس القائمة والأولوية، التي هم كبار السن والأمراض المزمنة والكوادر الصحية والطبية والإدارية كل منتسبي وزارة الصحة، لأن هؤلاء في الخط الأول وإضافة إلى أفراد القوات الأمنية. أعتقد هؤلاء كلهم أقل من 8 ملايين، أيضا سيكون هناك متبقي ونتوجه إلى بقية الفئات الأولى ثم الأولى. احنا ضمننا هذا العدد الآن يعني مطمئنين، لا مانع بأنه نتعامل مع أي شركات، وهناك أيضا تعاون مع الجانب الصيني لإجراء التجارب السريرية في العراق، وربما أيضا يتم التعاقد مع الصين لتوريد جزء من أيضا السكان فنسبة معينة، أيضا عندنا تباحث مع الجانب الروسي حول اللقاح، واليوم أيضا هناك اجتماع مع شركة فايزر، نحن نتواصل مع كل الشركات. دكتور، هناك تواصل من العراق وكذلك من الدول، والحديث يتم عن طبيعة اللقاح ونوعيته، لكنه منظمة الصحة العالمية في الأيام الماضية قد بشرت بقرب وجود اللقاح وكذلك توزيعه، لكنه أيضا تراجعت على أنه سوف يكون اللقاح في منتصف السنة القادمة، وليس هناك تشجيع أو تفاؤل باتجاه اللقاح أو نتائجه أيضا.
طبعا تدري منظمة الصحة العالمية يجب أن تكون دقيقة في الحقيقة إعلانها وتصريحاتها. الآن لا توجد بوادر بأن يكون هناك لقاح في الأسابيع أو الأيام القادمة، لأن تجارب تدري منظمة الصحة العالمية تراقب بكثب التجارب السريرية التي تقوم بها الشركات المصنعة، وخاصة تجربة المرحلة الثالثة، مرحلة تحوي على عدد من المتطوعين يكاد يكون بالآلاف. يعني اليوم مثلا على سبيل المثال شركة فايزر المرحلة الثالثة مالتها 44,000 متطوع. يعني تدري 44,000 متطوع يحتاج وقت لمراقبة هؤلاء، هذا الكم من المتطوعين، ومن ناحية المضاعفات الجانبية للقاح، من ناحية فعالية اللقاح. لذلك تنظر صح الشركات تؤمل الدول بأن سيكون الإنتاج قريبا، ولكن منظمة الصحة العالمية تنظر بكثب وبطريقة علمية، فتتوقع طيب بأنه لا يتم إنتاج اللقاح إلا في بداية طيب السنة القادمة. طيب تستعد محافظة كربلاء المقدسة لاستقبال زائري أربعينية الإمام الحسين عليه السلام وسط إجراءات صحية مشددة لتفادي تسجيل أي إصابات بجائحة كورونا. تفاصيل أكثر مع حسن المحنة. ملف جائحة كورونا وضع في مقدمة ملفات زيارة الأربعين الذي أصبح تحديا كبيرا لحكومتي المركز وكربلاء المقدسة بإعداد خطة صحية متكاملة لاستقبال الزائرين وتطبيق الإجراءات الوقائية من قبل الوافدين وأصحاب المواكب الحسينية. موضوع دولية هذا طبعا مرتبط بقرارات الحكومة طبعا المركزية، أي اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، وهذا ما تقرر وتحدد طبعا في قرارها بقضية الأربعينية وخطة الصحة اللي هي الخطة الأساسية المركزية في هذه الفترة. احنا طبعا الشيء المهم انه ندعو الناس لاستخدام اعلى درجات الوقاية والاحتراز، وهذه الأساسيات مهمة جدا، إجراءات الوقائية. ارتفاع الوعي الصحي لدى المجتمع الكربلائي ساعد الملاكات الطبية في السيطرة على وباء كورونا من خلال ارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وتقديم الطعام وفق شروط الصحية للزائرين. كان المواطن في يعني قبل هذه الفترة يخشى المراجعة للطبيب ويخشى المراجعة وبالعكس يخفي إصابته، الآن صار توجه نحو الأطباء سواء في المراكز الصحية سواء في العيادات الخاصة أو حتى المستشفيات. الملايين من الزائرين يتوقع وصولهم إلى مدينة كربلاء لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، الأمر الذي يتطلب من الجميع جهودا استثنائية لتفادي خطر فيروس كورونا وعدم انتشاره. من كربلاء المقدسة حسن المحنة، العراقية الإخبارية. أرحب بدكتور علاء الكعبي معاون مدير صحة النجف، أهلا بك دكتور. نتحدث أيضا عن الزيارة ويتوقع أن تكون زيارة مليونية، هل هناك توجيهات باتجاه السيطرة على مثل هذه المجاميع الكبيرة والاستعدادات من قبل محافظة النجف ودائرة صحة محافظة النجف كونها محافظة مرور في أثناء الزيارات؟ نعم دكتور. شكرا جنابك سيد العزيز، تحية إلى حياكم الله جمهورك الكريم. تم إعداد خطة متكاملة من دائرة صحة النجف بمشاركة أكثر من 74 مفرزة يتم فتحها على الطريق المؤدي بين محافظتين النجف وكربلاء. من خلال الزيارات السابقة أصبحت لدينا فكرة واضحة عن الآلية اللي ممكن نتعامل بها أثناء التجمعات المليونية اللي مشابهة للزيارات الأربعينية وغيرها من الزيارات اللي تمر على محافظاتنا خصوصا النجف وكربلاء. مثل ما تعرف أنه دائما النجف هي البوابة الأولى اللي والنهائية اللي تكون لجميع الزائرين مرورا بالخط الرابط بين محافظات الجنوب امتدادا إلى كربلاء. الخطة شملت توزيع عجلات إسعاف أكثر من 90 عجلة إسعاف بالطرق المؤدية لزوار أبا عبد الله الحسين، فتح أكثر من 74 مفرزة طبية تعمل خلال الفترة
القادمة واللي سوف تبدأ الزيارة بها وتطبيق الخطة من 5 صفر إن شاء الله. راح تكون عندنا عدة مفارز متخصصة بفحص كورونا، يكون بيها الرابيد تيست، بيكون بيها المحارير الجبهوية لمتابعة الزائرين لتفادي الازدحامات واللي ممكن تؤدي إلى انتشار المرض أكثر في حالة تواجد أحد المصابين. دكتور أنتم لديكم الخبرة في التعامل مع التجمعات البشرية في الزيارات السابقة وأنت ذكرت ذلك، لكنه هذه الزيارة تعتبر مستجدة بالنسبة لطبيعة المرض لفيروس كورونا الذي لم يكن سابقا موجود. حدثنا عن طبيعة التجربة التي مرت وهي قريبة في 10 من محرم، كيف كانت؟ هل هناك أيضا رصدتم حالات للمرض نتيجة التجمهر والمرور، أم أن الوضع مر طبيعي؟ وما هي كانت استعداداتكم وخبرتكم في هذه الفترة أو هذه التجربة التي مرت؟ حقيقة المتوقع كان في الزيارة السابقة في 10 محرم أنه تكون إصابات عالية وشديدة وانتشار كبير راح يكون للحالات المصابين كوفيد 19، بس الحمد لله بلطف رب العالمين وعي الناس في محافظتنا، وعي الزائرين، أكثر الناس كانوا اللي أحيوا الزيارة في 10 من محرم هم من فئة الشباب اللي تكون ممانعتهم ومقاومتهم للمرض عالية جدا، وحتى في حالة كونهم يصابون فتكون الأعراض أقل بالتأكيد مما يكون تعرض للفئات العمرية الكبيرة. المتوقع كانت الإصابات تكون عالية أعدادها، بس الحمد الكل لله كان يتوقع ذلك دكتور، كان يتوقع يعني والخشية والخوف كانت من قبل الجميع وكذلك من وزارة الصحة، لكنه ألا يعتبر ذلك مؤشر صحي أم مؤشر آخر؟ هناك علامات بصراحة تعجب من أنه لم تزداد الحالات وبقيت على طبيعتها والكيرف لم يتصاعد إلى الرقم الذي ممكن كنتم تتوقعوه وغيركم كذلك، السبب؟ يعني واحدة من الأسباب اللي أتصور واللي طرحها ضيفنا العزيز دكتور رياض انه السلاله اللي موجوده عندنا بالعراق والنجف هي واحده من المحافظات انه هي سلاله غير شرسه، فاتصور الاصابات قاعد تكون من النوع الخفيف، حتى وان كانت هناك اصابات المصابين ما قاعد يراجعون بشكل يعني 100% الى المستشفيات او المؤسسات الصحيه، قد تمر الاصابه من خلال فترة الحضانة أو يعني ظهور الأعراض بشكل خفيف ويعبرها المريض بدون أن يمر للمؤسسات، هاي واحدة من الأسباب. السبب الثاني اللي نتوقع أنه هناك وعي وإرشادات كثيرة صارت، تثقيف يعني مكثف للناس للمواطنين أنه ارتداء الكمامات، تباعد الاجتماعي، وإن شاهدنا في بعض المكانات كان هناك ازدحامات شديدة، لكن الحمد لله رب الشكر كانت النتائج يعني عكس المتوقع، وهذا لطف من رب العالمين أكيد. نعم دكتور رياض، في مثل هذه التجمعات الكبيرة والكثيفة والتقارب الاجتماعي الذي سيكون فيها ليس التباعد، هل التوصية هو بالكمامة وما أهمية الكمامة؟ الحقيقة الكمامة اليوم من أهم وسائل الوقاية. نعم. وحتى يمكن في البحوث الحديثة الآن هناك بحث يعني وتم تعليق عليه حتى من قبل مدير CDC وهو مركز الأمراض السيطرة على الأمراض في أمريكا، بأن الكمامة تلعب دور الآن كاللقاح، لأنه إذا سمحت فتسمح بمرور بعض الجزيئات أو بعض الفيروسات، وبالتالي هذه كأنه تقوم ليست قادرة على إحداث الضرر بالجسم ولكن قادرة على تحفيز الجهاز المناعي، وبالتالي قد تولد إلى مناعة ضد هذا المرض. فأهم وسيلة الآن
للوقاية هو الكمام، وخاصة في المناطق الازدحام. طبعا كثير من الناس أيضا قد يتضجور من قضية لبس الكمامة على طول الوقت، طبعا يحتاج لها أيضا يعني وعي أنه الكمامة تلبس وترتدى في المكان الضيق، وذاك وهناك مخالطين قريبين منك، يعني إذا في مكان أنت تبتعد ثلاث أمتار وأربع أمتار أو في الهواء الطلق لا داعي للبس الكمامة، ممكن تنزلها حتى تتنفس الهواء الطلق، ولكن ممكن تلبسها في المكان الضيق والكثيف، وبالتالي لا يستدعي أن تكون هي 24 ساعة موجودة حتى تؤثر على التنفس أو تؤثر على الصحة. لذلك من أهم وسائل الحقيقة، وخاصة في مثل هذه الحدث الذي مقبلين عليه وهي زيارة الأربعين، لأنه حقيقة شفناها في عاشوراء لا يمكن ضمان التباعد الاجتماعي، خاصة في الأماكن القريبة من العتبات، فأهم وسيلة هو ارتداء الكمام، هذه تقيك من الضرر ومن انتقال العدوى. حتى كان هناك دراسة حول إذا كان المصاب وغير المصاب اثنينهم مرتدين للكمامة تكون نسبة الإصابة أقل من 1%، ولكن إذا كان أحدهما غير مرتدي ترتفع إلى 50، وإذا اثنينهم ترتفع إلى 90. هذه أهمية الكمامة، وإحنا لاحظنا يعني حقيقة في عاشوراء هناك مجالس كثيرة التزمت حقيقة بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات، فإحنا نحث إن شاء الله ونتأمل خيرا بأن شعبنا صار مستوى وعي كبير بهذا المرض، وإن شاء الله سوف يقوم بارتداء الكمامة في الزيارة الأربعينية ويحافظ قدر الإمكان على التباعد الاجتماعي. طيب نعم، سجلت السلطات الصحية البرازيلية خلال 24 ساعة الماضية انخفاضا بنحو ضعفين في حصيلة الوفيات والإصابات الجديدة بالفيروس كورونا المستجد مقارنة مع اليوم السابق، وأعلنت الصحة البرازيلية رصد 363 وفاة و 16389 إصابة جديدة بالوباء خلال آخر 24 ساعة. أضاف كوفيد 19 المستجد توترا آخر يضاف إلى عدة توترات بين أستراليا والصين. تفاصيل أكثر مع هدي الصباح. تفاقمت التوترات الدبلوماسية بين بكين وكامبرا منذ دعت أستراليا إلى إجراء تحقيق دولي في مصدر انتشار فيروس كورونا المستجد والذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية. التوتر مع الصين بالنسبة لأستراليا ليس ابن ساعته، فالتوتر يعود إلى عدة مراحل. المرحلة الأدق والأخطر هي موقف أستراليا من الصراع في بحر الصين الجنوبي ووقوفها إلى جانب الولايات المتحدة، هذا ما فاقم الأمور بين الدولتين، بالإضافة إلى ملفات المواقف من كوريا الشمالية وغيرها. ودفع الضغط الذي قامت به أستراليا والاتحاد الأوروبي جمعية الصحة العالمية الشهر الماضي إلى دعم مراجعة مستقلة لوباء كورونا، لأن أستراليا ليست الدولة الأولى التي بادرت إلى طلب التحقيق، إنما أستراليا تبعت عدة دول أوروبية منها ألمانيا وفرنسا والدنمارك بالإضافة إلى كندا، ولكن استضعاف أستراليا بات عادة صينية، لأن الصين تحاول أن تقايد ديمقراطية أستراليا بحقوق الإنسان المهضومة لديها، أما الأستراليين فيرفضون تماما مقايدة ديمقراطيتهم بمصالحهم مع الدولة الصينية، وهذا ما يحدث الآن ولا تزال تفاعلاته مستمرة. وقالت وزارة التعليم الصينية إنه يتعين على الطلاب إعادة النظر في اختيار الدراسة في أستراليا، وتجدر الإشارة إلى أن التعليم الدولي هو رابع أكبر صناعة تصدير في أستراليا بقيمة تصل ل 38 مليار دولار. على أستراليا التوقف عن تصدير القضايا المختلفة التي تتدخل في الشؤون الداخلية للصين.
هذا وقد حظرت الصين في الأسابيع الأخيرة استيراد لحوم البقر الأسترالية وفرضت تعريفات على الشعير الأسترالي، كما حثت السياح الصينيين على تجنب أستراليا. وفي كلتا الحالتين قال مسؤولون في بكين إن التحذيرات كانت بسبب هجمات عنصرية ضد الآسيويين خلال الوباء. انضمام أستراليا لمحور يتهم الصين بهذا الوباء يجعل من العلاقات السياسية معقدة في مشهد لا يبدو في الأفق انفراجه. هدي صباح، العراقية الإخبارية، أستراليا. أرحب بضيفي من سيدني أستراليا الدكتور سام نان، رئيس تحرير صحيفة الأنوار الأسترالية. أهلا بك دكتور، حدثنا عن طبيعة الميزان التجاري فيما بين أستراليا والصين وكيف تأثر بعد كوفيد. أهلا بحضرتك وبشكرك على استضافتي. أولا هنقول في البداية أنه ليه صار التوتر بين الصين وأستراليا. هذا التوتر بدأ لأن أمريكا أعلنت في مايو أيار الماضي، قالت أنه هيكون في مقاطعة للصين، وأستراليا بتسير على نفس النهج الأمريكي ولكن بطريقة أخرى، إن هي طالبت بتحقيق دولي بشأن فيروس كورونا. نعم دكتور سام، عذرا هناك خلل في الصوت، سنعود لك ريثما يصلح الصوت. تنتقل إلى النجف الأشرف وضيفي من هناك دكتور علاء الكعبي. دكتور علاء، حدثتنا عن طبيعة المفارز والفرق التي تستعد لزيارة الأربعين، هل هيأتم أيضا مستشفيات ميدانية، أماكن أخرى أيضا للضرورة إذا ما ظهرت هناك حالات لا يمكن للمحافظة استيعابها؟ نعم بكل تأكيد، مثل ما تعرفون حضراتكم مستشفى الحيدرية العام اللي هو يقع في منتصف الطريق بين النجف وكربلاء راح يكون أحد المستشفيات الداعمة لاستلام الحالات في حالة حدوث أي طارئ للزائرين خلال هذه المناسبة. مستشفى الدكتور الشهيد حسن هلوس راح يكون في العمود 244 في المنطقة الواقعة بين النجف وكربلاء، أيضا راح يستقبل حالات. بالتأكيد ما راح تكون الحالات الباردة اللي هي من خلال، وإنما من خلال وجود عدة مفارز، تقريبا راح تكون بحدود الأربع مفارز متخصصة لاستقبال حالات كورونا المصابين أو المشكوك بهم أو الملامسين لمرضى كورونا. هذول راح يكونون الأربع مفارز خاصة فقط في التعامل مع المصابين بكورونا، من خلالهم يتم التعامل ويا المرضى، يا أما من خلال حجرهم في مكانات خاصة أو نقلهم إلى المستشفيات. عندنا كذلك تم فتح مركز الكوثر اللي هو قريب من الحيدرية، أيضا راح يكون ضمن الخطة المعدة باستقبال الزائرين المشكوك أو الملامسين بهم اللي محتمل أنه يكونون حاملين لفيروس كورونا. مستشفياتنا كلها طبعا بكل تأكيد أثناء كل الزيارات، وخصوصا هاي الزيارة لما فيها من خصوصية في هذه السنة، تأتي وجائحة كورونا موجودة وبقوة، كل مستشفياتنا تم إعدادها بشكل بحيث تكون فيها ردهات عزل مجهزة بالأجهزة وبالملاكات القادرة على التعامل مع الازدياد اللي ممكن نتوقع لا سامح الله في أعداد المصابين في كورونا بمرض كورونا. نعم دكتور رياض، يعني أيضا نتحدث عن طبيعة الأدوية والمستلزمات الطبية. يعني كان هناك انتشار لمقطع في مواقع التواصل الاجتماعي في طبيب يعني يعالج مريضة وبعد ذلك ذهب إلى صيدلية يتحدث عن الأدوية وعدم توفرها، فسأل على عدة أدوية لم تكن موجودة في هذه المستشفى أو في هذا المركز. هل هناك صحة لمثل هذا، لفقدان أغلب الأدوية من المستشفيات؟ والله الحقيقة حسب علمي بأنه الأدوية متوفرة بشكل جيد، لا أقول يعني
بشكل كامل في كل المستشفيات. أنا أعتقد في بعض المستشفيات ربما هناك خلل إما في طريقة التواصل مع الوزارة، لأنه ما معقولة مستشفى فيها جميع العلاجات لكورونا ومستشفى آخر يخلو من بعض العلاجات. حقيقة إحنا نتيجة توفر هذه العلاجات أستاذ عزيز اليوم نشوف تنازل في نسبة الوفيات. يعني احنا اذا هذا المقطع ممكن او هذا الشكل، شوف التنازل بنسبة الوفيات كيف تنازل من هذا المستوى الى وصل الان الى 2.7، كان حدود 9. هذه وخاصة في الآونة الأخيرة مع زيادة في عدد الإصابات. نعم. الإصابات تزداد والوفيات. هذا طبعا بفعل توفر العلاجات وخاصة العلاجات الأخيرة التي وفرتها وزارة الصحة، مثل العلاج الروسي والعلاج الريمديسيفير والعلاج الديكادرون. هذه العلاجات هي التي الحقيقة، والأكسجين طبعا، توفر الأكسجين زائد الرعاية الجيدة من قبل الكوادر الطبية والجيش الأبيض، هذا هو أدى إلى زيادة في الشفاء إلى تصل إلى اليوم نسجل 80%، مع العلم كنا وصلنا إلى نسبة شفاء 40% في بداية. نعم أعتقد هناك خلل في بعض المؤسسات هنا وهناك، إما بالتواصل مع الوزارة أو بالطريقة إدارة توفر هذه، لأنه الحقيقة يحتاج لها متابعة شديدة أن تتابع قضية توفر العلاجات. بالعكس احنا وزارة الصحة عممنا كتاب بتوقيع السيد الوزير حتى المرضى المراجعين الى العيادات الخاصة، على المؤسسات الصحية ان تصرف لهم العلاجات اذا كانت وفق البروتوكولات العلمية. طيب نعم. طيب دكتور علاء، ايضا في ذات السياق، هل هنا الأدوية متوفرة في النجف الأشرف، ام ان البروتوكولات التي تعتمد حسب طبيعة الأدوية المتوفرة تصرف الأدوية، أم على البروتوكولات التي صدق عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، وأيضا مدى توفر الأكسجين والمستلزمات الأخرى في النجف؟ حقيقة هذه الفترة يعني احنا نشهد فترة جيدة بتوفر الأكسجين السائل، لأنه كميات جيدة بدأت توصل للمحافظة بعد ما مرينا في أزمات سابقة، يعني كانت التجهيز يعني شبه يعني مخيف، أنه نوصل إلى درجات ممكن خلال يوم أو يومين ينتهي الأكسجين، بس الحمد لله رب والشكر هذه الأزمة انتهت في هذه الفترة. الوزارة عملت بشكل واضح وجيد بتوفير الأكسجين السائل. احنا الان يعني تقريبا اكثر من 90% او 70% قاعد يتوفر عندنا دائما على مرور الوقت الرصيد او المخزون للمحافظة، مع نزوله طبعا اثناء الاستخدام ويرجع يتعبى مرة ثانية من خلال ارسال الصهاريج من بغداد ومناطق اخرى. الادوية بشكل عام احنا محافظتنا يعني بجميع مستشفياتها الحمد لله رب والشكر متوفرة الأدوية بشكل جيد، المغذيات، الديكادرون، العلاج الروسي، البلازما النقاهة اللي دائما يحتاجوه مرضى كورونا بشكل جيد أيضا متوفر في مصرف الدم. الحمد لله يعني نقدر نقول الموقف الآن يشهد يعني تحسن واضح من خلال توفر الأكسجين والأدوية اللي ممكن يحتاجها مرضى كورونا. نعم دكتور رياض، أيضا هناك بعض الأطباء الذين يعالجون المرضى خارج المستشفيات وفي العيادات الخاصة، هناك اتهامات لهؤلاء الأطباء من أنهم يعملون خارج الأطر العلمية والبروتوكولات المعتمدة. ما رأيكم في مثل هذه الحالات، وهل أن الأطباء الذين صراحة الآن لمعوا في عالم مواقع التواصل الاجتماعي من أنهم يشفون وينتقدون بروتوكولات وزارة الصحة، ما مدى صحة منهجهم وما هي ردود فعل الوزارة تجاه ذلك؟ الحقيقة أستاذ عزيز هذا الموضوع مهم جدا، و
وأنا أريد شوي أتكلم بطريقة علمية، إحنا ما نتكلم هنا بطريقة سياسية. السياسي يتكلم بوجهة نظر، ما عنده أدلة علمية، يعطي وجهة نظرة بالعلم، بالطب، بالفيزياء، بالكيمياء. أن نتكلم بالعلم، نتكلم بالأدلة، وهناك أصول علمية. أولا أن يأتي أن تتكلم وتبحث وتعطي كل ادعاء يجب أن يكون مسنود بدليل، وكل تفنيد لادعاء علمي أو التفنيد لدليل علمي أيضا يكون قائم على دليل. النقطة الأخرى، يجب أن كل يتكلم باختصاصه. للأسف في الآونة الأخيرة شهدنا كثير من الأطباء يتكلمون أيضا أولا بدون اختصاص، يعني مو اختصاصهم. اليوم إحنا كورونا في كل دول العالم، اللي يعالج كورونا هم الأطباء الباطنية، وخاصة إذا يوجد من هو يعالج الأمراض المعدية من الأطباء الباطنية، هؤلاء هم الذين يعالجون الكورونا. والذي يتكلم بأنواع الفيروسات ومدى وكيفية الفيروس، هذا هو البكتيريولوجي أو الفيروسي، الفيرولوجي يعني عالم بالفيروسات. للأسف احنا شهدنا في الآونة الأخيرة كثير من يتكلمون بهذه المواضيع هم بعيدين الاختصاص. بالطب لا يوجد جراح يتكلم عن الفيروسات، ولا يوجد فيرولوجيست يتكلم عن العمليات الجراحية، طبيب البيطري اللي يتحدث للأسف الشديد. وحتى الادعاءات التي تمت على للأسف على قنوات التلفزيون، وأنا هنا أخاطب أيضا القنوات، أن عندما يستضيف المختص بهذا المجال والعنده أدلة علمية، يعني ما ممكن يتكلم بغير اختصاصه وبدون دليل علمي. يعني الأخ الذي خرج واتهم الأطباء بقتل المرضى لأنهم يستخدمون العلاج الفلاني، وذكره علاج الدكساميثازون، هل أتيت بدليل؟ هل يعني احنا المفروض نطالب، المفروض المذيع الذي قابله قلنا ما هو دليلك على هذه التهمة الخطيرة؟ الدكساميثازون الحقيقة استخدم أعتقد في البروتوكولات العراقية وحتى العالمية في بداية الشهر السادس أو نهاية الشهر السادس على بداية الشهر السابع في العراق. ولو نشوف الوفيات في هذه الفترة بدأت تتناقص، هسه ما لا أستطيع، هم أيضا يحتاج لها بحث علمي حتى نقول أنه الديكادرون ساهم، ولكن لم يترتفع الوفيات في هذه الفترة، لأنه قال ساهم في قتل المرضى، لم ترتفع الوفيات بل نزلت الوفيات. وهناك بحوث علمية، حتى أنا اليوم بحثت كم بحث علمي، هذه بحوث علمية عن تأثير، أكثر من بحث عن تأثير الديكادرون على تقليل نسبة الوفيات. هناك انتقاد دكتور من بعض الأطباء ويستندون يقولون إلى بحوث علمية والاستندات من استخدام الكورتيزون في حالات العلاج في العراق، ويقال تزداد نسبة الوفيات نتيجة إعطاء الكورتيزون. أقول ساد عزيز، القرآن يقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أين دليلك أنت عندما تدعي، وخاصة الادعاءات الخطرة التي ربما أن تؤثر في الرأي العام، وخاصة بعض الناس ما يمتلكون هذه الأمور العلمية، فأنت جاي تدفعهم باتجاه عدم الذهاب إلى المستشفيات لأنه راح تشكك بالعلاج. واليوم هناك 57% من الذين من المتوفين هم يتوفون في اليومين، يعني خلال 48 ساعة من دخول المستشفى. معنى ذلك أنه جاءوا بحالات متأخرة لأنهم كانوا غير واثقين من العلاج والمستشفى، فبقوا ببيوتهم يتلقون العلاج من الأطباء الذين يصفون لهم نعم العلاج. سنتحدث أيضا عن طبيعة الإصابات وتأخيرها في البيوت. أيضا نأخذ النجف الأشرف دكتور علاء، أيضا هيحدثنا عن ذات الموضوع، هل هناك أطباء في النجف الأشرف والمحافظات الأخرى أيضا يعالجون المرضى ببروتوكولات تختلف عن بروتوكولات وزارة الصحة؟ يعني النجف حالها حال باقي المحافظات حقيقة. أغلب الأطباء بدون تحديد للاختصاص ولكثرة أعداد المصابين، يعني ليس فقط الاختصاص الباطنية هم اللي قاعد يفحصون ويستقبلون المرضى، لا، هناك مختلف الاختصاصات يستقبلون المرضى ويعالجوهم. حقيقة البروتوكولات شبه عالمية، أصبحت شبه معروفة لدى جميع الأطباء. الحالات مثل ما تفضلت حضرتك وقلت أنه الحالات أغلبها صارت بسيطة وأقل شدة وأقل شراسة، فممكن هاي تعطي عذر للطبيب وكذلك للمريض أنه يبقى في البيت وما يروح للمستشفى.
بعض المرضى التقيت بهم يعني يوصلون متاخرين يقولون يعني احنا كنا نتصور انه لما نروح المستشفى راح يصير تعرض للفيروس اكثر وشد. نعم هناك تخويف من قبل بصراحه كثيرين هناك للذهاب الى المستشفى، وحتى من بعض الاطباء يقال انه هناك تخويف للمرضى حتى يكون هناك استفاده للوصول الى العيادات. بصراحه انتقل الى ضيفي من استراليا دكتور سام، وتاخرنا عليك. نعم دكتور سام، كنا نتحدث عن العلاقات الصينيه الاستراليه وسبب تاثرها بسبب الجائحه. نعم تفضل دكتور. نعم حضرتك، كنا بنتحدث عن انه لماذا صار توترا شديدا بين الصين واستراليا. هذا التوتر بدأ لان امريكا اعلنت في ايار الماضي ان هناك مقاطعة للصين او للعلاقات الصينية الامريكية. على نفس النهج صارت استراليا وقالوا ان هم يطالبوا بإقامة تحقيق دولي في البحث في منشأ فيروس كورونا في ووهان. بناء عليه ابتدت العلاقات بين الصين وأستراليا تتأثر تأثيرا سلبيا شديدا، وهذا التأثير طبعا السلبي فيه كان على أستراليا أكثر منه على الصين، لأنه لو نظرنا إلى الصادرات الأسترالية سنجد أن ثلث الصادرات الأسترالية بيذهب إلى الصين، يعني الثلث 30% من الصادرات بتذهب إلى الصين. الشعير يمثل 1.5 مليار دولار سنويا، اللحوم 3.5 مليار دولار سنويا، الغاز الطبيعي 16 مليار دولار سنويا، والذهب 23 مليار دولار سنويا، الحديد بيشكل 63 مليار دولار سنويا، يعني 107 مليار دولار سنويا بتخسرهم أستراليا من الصادرات. لو نظرت إلى الضريبة اللي فرضتها الصين على الشعير الأسترالي 80%، يعني حوالي 500 مليار دولار فقدته أستراليا. يعني الآن الاقتصاد الأسترالي تأثر كثيرا. طيب طبيعة هذا التأثير انعكس على أستراليا وهي التي بدأت، من الذي بدأت تطور العلاقات بين أستراليا؟ السبب كانت أستراليا أم كان الصين وذلك انعكس على أستراليا؟ يعني أستراليا الآن هي الخاسرة. نعم أستراليا هي الخاسرة بالتأكيد. ليه؟ لانه موضوع التحقيق الدولي، لماذا استراليا بالتحديد هي اللي طلبت بتحقيق دولي في هذا الامر، ولماذا بدات بهذا بعد ان اعلنت امريكا انها سوف تقطع علاقتها مع الصين؟ ما دي تساؤلات بنحط كويشن ماركس على مكس فهم انه ليه حصل كده في الوقت ده تحديدا. النهارده كل الصين حذرت كل طلابها من الدراسه في استراليا. هل تعرف حضرتك كانوا الطلاب الصينيين بيشكلوا قد ايه في استراليا؟ الطلاب الاجانب بصفه عامه بيشكلوا 500,000 طالب، منهم 260,000 صيني، يعني اكثر من نصف الطلاب صينيين. يعني استراليا بتخسر 12 مليار دولار سنويا بسبب طلابها، يعني 119 دولار سنويا اجمالي الصادرات والطلاب حرام. فبالتالي استراليا طيب أستراليا لماذا هذا التأزم؟ لماذا هذا التوتير في العلاقة؟ هل هو بإشارة من الولايات المتحدة في حين ان استراليا تتبع للتاج البريطاني من دول الكومنولث؟ لا استطيع، البعض يقولون هذا ولكنني لا استطيع ان اقول هذا، ولكنني ارى ان هناك توقيت بين اعلان امريكا لقطع العلاقات مع الصين وبين اعلان استراليا انها تطالب بتحقيق دولي مع الصين، يعني في تزامن. الاثنين كانوا في مايو ايار الماضي، يعني في شهر واحد تم الاعلانين، اعلان امريكا واعلان استراليا. انا لا اعلم اذا كان هناك في اتفاق بين البلدين ولا لا، لكن كل ما اعلموا ان هذا التاثير تسبب في انهيار اقتصادي او شبه انهيار اقتصادي في استراليا. والشيء الاخر انه استراليا حاولت تعوض ده
بعمل ديل مع الهند اللي سموها العملاق الآخر. بس ده رغم ان الهند بتنجب تكنولوجيين ما نقدرش نتكلم فيهم، لكن لا غنى عن الصين، لان الصين هي شريك تجاري على مستوى العالم. فيبقى ليس من الذكاء وليس من الحصافة في شيء ان يتم مقاطعة بين استراليا والصين. وانا انادي بان العلاقات تتحسن. التحقيق الدولي لن يفيد بشيء ولن يرفع من الاقتصاد في شيء. دوروا على علاج للناس الاول، اشفوا الناس الاول من فيروس كورونا. دوروا على عقار، دوروا على مصل لكورونا، بدل ما ندور على مين اللي غلطان، من المخطئ في هذا. مش هو ده اللي يهمني. انا اللي يهمني دلوقتي ان انا الناس دي تتجنب الاصابه بكورونا، ان احنا نعمل مصل لكورونا زي ما عملنا مصل الانفلونزا، زي ما عملنا مصل حاجات كتير للحصبه للكوليرا لغيره لغيره. نعمل مصل لكورونا، ده اللي المفروض ان احنا نهتم بيه، مش نهتم ان احنا نعمل تحقيق دولي علشان امريكا عملت مقاطعه مع الصين فاحنا نعمل تحقيق دولي مع الصين. مش هو ده المطلوب. والدليل اهو ان استراليا اقتصادها نزل بسبب مقاطعه الصين ليها، مش هي اللي قاطعت الصين، لكن الصين هي اللي قاطعت استراليا، هي اللي فرضت 80% ضرائب على استراليا، هي اللي خلت اربع مسالخ، اكبر اربع مسالخ لحوم استراليه تغلق. نعم دكتور سام نان، بصراحة هذا موضوع حيوي ويحتاج إلى تفصيلات أخرى. والآن السياسة انعكست على طبيعة العلاقات الدولية في جائحة كورونا. الدكتور سام نان رئيس تحرير صحيفة الأنوار من أستراليا، شكرا جزيلا لك. استمرار التحذيرات بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وسط تزايد الحاجة للتعايش مع الفيروس. وسائل النقل العام إحدى الوسائل الهامة التي تحتاج إلى متابعة ورقابة من أجل ضمان السلوك الصحي السليم، من أجل تفادي زيادة الإصابات. تفاصيل أكثر مع منشد الأسدي. هذه المركبات بمختلف أنواعها هي وسائل رائعة لنقل أعداد كبيرة من الناس، والتزاحم في بعضها أمر لا بد منه كان لا يخشى قبل أن يدق الخطر ناقوسه بأهمية التباعد. ومع صعوبة تحقيق ذلك إلى أنه ليس بالاستحالة عند الكثيرين. طبعا ممكن أنه تتوفر إجراء الوقاية. أول شيء الوقاية هي خير من العلاج، وثاني شيء الوقاية هي نفسك، روحك، بيتك، الأولاد، عائلتك. يعني مو إلا مرات، يعني نفرض نقول ما طول وقاية مثلا يعني بالسيارة، أنت نفسك. فأكيد إحنا نأكد على الوقاية خير من العلاج حتى تحمي نفسك وعائلتك وأطفالك. لا يوجد تباعد بين المواطنين، فأكو قرب بيناتهم بالمواصلات العادية. أكيد طبعا أرفض هذه الحالة. أنصح أنه استخدام أو أما يكون تباعد قليل عدد المواطنين الصاعدين بهيك وسائل الكيات وغيرها، وأما استخدام السيارة الصغيرة. مع الانتشار الحالي لفيروس كوفيد 19 يشعر الناس بالقلق من استخدام وسائل النقل العام. والله أنصح جميع المواطنين والسواق يعني خلي يتبعون شوية الأمور الوقائية، لأن هي سلامة الجميع. بعض الأشخاص يعني هم حاملين مرض، بعض الأشخاص هم مصابين، حتى المصاب بدأ يخجل يقول لك أنا مصاب، فأنت حتكون جاهل هذا الموضوع فتصاب أنت أيضا، ويزداد العدد وهكذا، وما نريد نخسر أكبر عدد من أهلنا وناسنا. والسلام للجميع إن شاء الله. الإنسان ما ملتزم، شلون تتوقع من عنده وتكون عايش بهاجس؟ حتى بالبيت ما تقدر تدخل، أي يعني لا تقدر تشتغل، لا تقدر تدخل بيتك، لا تقدر يعني حتى تشك بنفسك انه انصابت او لامست. ما مجبر انه، بس شو تسوي يعني اكو امور تقتضيك انه ما تصعد بكي، تاخذ تاكسي او تستخدم سيارتك الخاصه. يعني فد شيء التزام المواطن مو يعني مقلق وثقافة يراد له. وتتراوح نصائح الوقاية من خطر التقاط فيروس كورونا في كيفية التعامل مع هذه الوسائل اليومية وأهمية اتباع كافة النصائح والإرشادات. عدم التنقل بين المدن إلا عند الحاجة، وغسل اليدين كلما نزلت من المركبة، وارتداء القفازات والكمامة، وتحذير من تجلس إلى جانبه في المركبة. إجراءات كلها يمكن
أن تحقق التباعد الاجتماعي عند استخدام وسائل النقل التي قد يضطر الإنسان لاستخدامها في الحياة اليومية. منشد الأسدية العراقية الإخبارية، بغداد. نعم دكتور رياض، تحدثنا عن طبيعة النقل ووسائل النقل العام وكذلك عدم تباعد الاجتماعي فيها أيضا، والنقل ونقل الفيروس فيها، يعني ما هي التوصيات التي ممكن أن توجه المواطن؟ الحقيقة هي التوصيات يمكن ذكر الأخ المراسل هي الأهم شيء، أنا الذي هو باليد وسهل هو الارتداء الكمام، لأن قضية التباعد الاجتماعي أيضا أحيانا يمكن المواطن نفسه ما يستطيع أن يضبطها لأنه خارج إرادته، أحيانا يكون في مكان في مركبة، ولكن نوجه سواق المركبات أن يحافظوا على التباعد الاجتماعي بالإمكاني. وإحنا يمكن أيضا أعطينا تعليمات في هذا الخصوص عندما سمحنا برفع الحظر الجزئي حول عدد الركاب، وفي كل مركبة، في المركبة مثلا 4 نفرات الذي هي التاكسي، المفروض أكثر من 2 ما واحد قدام أو واحد بالخلف، كذلك المركبات التي تحوي على مثلا 20 راكب يعني لا يزيد عن ثلث المركبة أو ربع المركبة، هذه التي بس أعتقد لا يوجد التزام، وهنا تقع المسؤولية على الجهات المسؤولة وخاصة المرور في محاسبة هذه المركبات التي يعني دكتور رياض بصراحة بعض السائقين مو يلتزم بالتباعد الاجتماعي فقط، مو هم يقبط المركبة يأخذ زيادة، صح زيادة هم. الدكتور رياض الحلفي مدير عام الصحة العامة في وزارة الصحة، شكرا جزيلا لك، وكذلك شكرا جزيلا للدكتور علاء الكعبي معاون مدير صحة النجف، وأيضا شكرا إلى دكتور سامنان من استراليا. شكرا سادتي لكم وحسن لحسن متابعتكم وشاهدتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.